بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل اللي احنا حكينا عنه. 115 ديجري كالوري طلع بيساوي عنا 4 فاصلة هذه الأرقام 1858 جول، فبيختصروها ل 1.86، فهو الشغل اللازم لرفع درجة حرارة 1 جرام من الماء درجة مئوية واحدة من 14.5 مئوي إلى 15.5 مئوي. فهاي القيمة اللي احنا اللي بنعتمدها بالانترناشونال تيبل، 1 انترناشونال تيبل كالوري يساوي 4.186 جول. في عنا عالم 13/5 اسمه جيمس بريسكوت جول. الحرارة ليست مائعا غير مرئي عديم الوزن، يعني طبعا الفضل الى الانجليزي جيمس بريسكوت جول، يعني على هيك سمت باسمه وحدة قياس الطاقة والشغل في قياس المكافئ الميكانيكي للحرارة في سلسلة من التجارب الدقيقة، إثبات أن الشغل والحرارة مرتبطان بشكل مباشر، وأدت تجارب جول إلى الإطاحة بالفكرة اللي كانت سائلة إنه الحرارة مائع عديم الوزن وغير مرئي، كان اسمه الكالوريك، عشان هيك سموه وحدة الحرارة اللي هي الهيت سموها الكالوري. زي ما كان خلينا نحكي في الضوء، كانوا يعتقدوا أن الضوء ينتقل ليس في الفراغ، في كان ينتقل في خلينا نحكي في وسط عديم برضو الوزن وغير مرئي اسمه الأثير، وأثبتوا خطأ هذه النظرية. نيجي على الهيت كاباسيتي، السعة الحرارية. السعة الحرارية تعريفها أنه تتغير درجة حرارة نظام عندما تسري الحرارة إليه، بافتراض انه لا يحدث تغييرات في الطور. التغييرات في الطور مقصود فيها انه انا لما انتقل خلينا نحكي درجة الحرارة بدها تتغير، لازم اكون في طور واحد، يا اما بكون غاز او ليكويد او سوليد، ما في عندي تغير في الطور، ما في انه عندي المادة بتتغير من سائل لغاز، لانه هون راح نشوف اشياء ثانية لها حرارة اخرى نسميها مثلا الحرارة إذا بتتذكروها الكامنة للانصهار والحرارة الكامنة للتبخير وهكذا، إذا كان في تغير في الطور. فعندي أول شيء بنعرف متوسط السعة الحرارية اللي هي سي افريج، هاي اللي هنا 3.29 بتساوي الكيو اللي هي الهيت فلو على الدلتا تي التغير في درجة الحرارة، يعني إذا تسربت حرارة إلى نظام فراح ترفع درجة حرارته حسب سعته الحرارية. كل جسم بيتعرض للحرارة بترتفع درجة حرارته باختلاف يعني هذه المادة. فإذا إحنا بدنا نأخذ السعة الحرارية النوعية اللحظية اللي هي سي، فبنأخذ الليمت لما دلتا تي تؤول إلى الصفر، فبصير عندي دلتا فتحة كيو على دي فتحة كيو على دي تي. لاحظوا الفتحة ماذا تدل؟ بتدل إنه هذا التفاضل ليس تفاضلا تاما، وإنما تفاضل غير تام، لأنه زي ما حكينا لا يعتمد على نقطة البداية والنهاية، وإنما يعتمد على المسار المتبع. ما هي وحدة السعة الحرارية؟ وحدتها جول لكل كلفن، هاي هي وحدة السعة الحرارية، جول كلفن ماينس 1. فإحنا زي ما قلنا أي إشي ليس تفاضلا تاما لا يعتبر خاصية من خواص النظام، not property of the system، وليس خلينا نحكي دالة للحرارة، يعني ليست function of T. الكيو اذا هاي دي فتحه كيو على دي تي هي ليست مشتقه، لانه انا ما بقدر اكتب الكيو از ا فانكشن اوف تي، وبعباره اخرى يعني انه كيو ليست تفاضلا تاما. نفترض خلينا نحكي انه دي فتحه كيو عباره عن سريان صغير مرادف للتغير دي دلتا تي في درجه الحراره. لا يكفي أن نعرف درجة الحرارة الابتدائية والنهائية لتعريف العملية التي يخضع لها نظام ثيرموديناميكي. عندنا زي ما حكينا أنه دلتا فتحة كيو قد تكون موجبة، يعني أنه الحرارة تسري إلى النظام، أو سالبة الحرارة تسري من النظام، أو حتى صفرا اللي هو لا يوجد سريان حراري في العملية من وإلى النظام، يعني أنه النظام معزول اللي هو في عملية أدياباتيكية. لذلك فإن سي تعتمد على طبيعة النظام وعلى العملية نفسها، هاي شغلة مهمة، إنه هون السي تعتمد أول شيء على النظام نفسه وعلى العملية نفسها اللي إحنا بنقوم فيها. وقد تتغير قيمة السي من ناقص ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. بدنا نعرف خلينا نحكي اثنين من السعات النوعية، السعات الحرارية، في نوعين من السعات الحرارية.
في عندي السعة الحرارية بتثبيت الضغط بنسميها سي بي، وعندنا السعة الحرارية بتثبيت الحجم بنسميها سي سمول في، اللي هو دائما احنا بنختار الحجم النوعي وليس الحجم الكلي، عشان احنا كأننا بنتعامل مع اللي هي intensive properties وليس extensive property، اللي هي الكميات التي لا تعتمد على الكتلة. السعة الحرارية بتثبيت الضغط والسعة الحرارية بتثبيت الحجم النوعي، هذول هن سكشن 3.11. تسمى السعة الحرارية في عملية تثبيت الضغط اللي هي ايزوباريك الهيدروستاتيكي، اللي هو بنسميها heat capacity at constant pressure، هيها بنرمز لها بالرمز سي بي، وتعتمد على الضغط وعلى درجة الحرارة. اذا هاي بتعتمد على الضغط وعلى درجة الحرارة والسعة، وتسمى السعة الحرارية في عملية تخللها سريان حراري من أوائل النظام بتثبيت الحجم اللي هو سي في heat capacity at constant volume. طيب هسا مين الأسهل تحديده، سي بي ولا سي في؟ يكون تحديد سي في صعبا جدا في حالة السوائل والأجسام الصلبة، لأنه تسخينها مع تثبيت حجمها يتطلب ضغوط عالية جدا. اذا خلينا نحكي تثبيت سي في، تثبيت الحجم عند تسخينها يتطلب ضغوط عالية جدا حتى تخلي الحجم ثابت، لما نيجي نحسب السعة الحرارية بتثبيت الحجم. في حين ان قياس سي بي سهل نسبيا، يعني سي بي شو يعني؟ بدنا نثبت الضغط، الضغط سهل تثبيته على السيستم اللي احنا من يعني بنحسب السعة الحرارية له عند تثبيت الضغط. سي بي مخبريا، قياس سي بي مخبريا ومعرفة معادلة الحالة كافية لإيجاد قيمة السعة الحرارية لأي عملية. فزي ما راح نشوف شو علاقة السي بي مع معادلة الحالة. قياس السعة الحرارية، لقياس السعة الحرارية يجب أن نقيس اللي هو السريان الحراري دي فتحة كيو في عملية ما، والتغير المرادف في درجة الحرارة، لأنه احنا زي ما حكيت لكم لازم نشوف الحرارة اللي دخلت على السيستم ونشوف التغير في درجة الحرارة. لاحظوا أنا لما استخدم حرارة بقصد فيها كيو أو السريان الحراري أو الحرارة هي كيو، بينما لما استخدم درجة الحرارة فهي تي اللي هو التغير في درجة الحرارة. طيب استخدام القانون الأول في الثيرموداينامكس لقياس السريان الحراري لهذا الغرض، نغمر مقاومة R في النظام، يحاط النظام بملف اللي هو سلك مقاومته R، يمر به شد تيار حتى نحسب الشغل المبدد اللازم للحفاظ على شدة التيار، يعني باستخدام طبعا بطارية، وباعتبار أن حالة المقاومة لا تتغير، يعني ان طاقتها الداخلية تبقى ثابتة. زي ما حكيت لكم قبل شوي انه احنا في حالة المقاومة نعتبر انه هي السيستم، والتغير في طاقتها الداخلية دلتا يو بيساوي الصفر، لذلك كل الشغل اللي هو الديسيباتيف ويرك تبعها بيساوي الكيو، زي ما احنا هنا شايفين الدي دبليو الديسيباتيف ويرك بيساوي الدي كيو، عشان نحسب منها اللي هو السريان الحراري، يعني احنا بدنا التسخين جاي من هذا السلك. السعة الحرارية النوعية اللي هو specific heat capacity، احنا بنعرف لما نحكي كلمة specific اللي هو النوعية بدنا نقسم الكمية الفيزيائية على الكتلة، فهي لا تعتمد على كتلة النظام او على عدد المولات. في عندنا السعة الحرارية اللي هي النوعية تبعت الكتلة، وفي عندنا السعة الحرارية المولية. لذلك بتثبيت خلينا نحكي الضغط small cp تساوي capital cp على m، لاحظوا هاي المعادلة هي small cp لتدل cp small على اللي هي السعة الحرارية النوعية، والسعة الحرارية النوعية بتغيير الحجم هي small cv بتساوي اللي هو هنا capital cv السعة الحرارية بتثبيت الحجم على اللي هو m اللي هي على الكتلة، وحدتها طبعا جول كلفن ماينس 1 كيلو جرام ماينس 1 او جول كلفن ماينس 1 مول ماينس 1 اذا استبدلنا الكتلة بعدد المولات. طيب لاحظوا هنا تدعى الكميتين سي بي وسي سمول في هذه الحرارة السعة النوعية المولية